السلام عليكم، جيسبر كو فوز علي بيان. الوغ اليوم غتدخلوا معايا الكوزينه، بعدنا شويه على لا كويزين. اليوم غادي نوجد الغداء، غادي نوجدوا سردين كيجي غزال على شكل بينيي وبريوات ديال الخضره. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا سردين اللي ديجا حيت له سلسول، كاس ديال الحليب، زيت للقلي، الخل، هريسه كتبقى اختياريه، بيضة، الدقيق، الملحة والإبزار. بالنسبه للبريوات كنحتاجو القرعه خضراء محكوكه، خيزو محكوك، الفلفله قطعتها طريفات صغار، زيت للتشحار، البصله، لاصوص الصوجة، الهريسه كتبقى اختياريه. بالنسبه للتوابل كنحتاجو الملحه، الكركم، التحميره او الفلفل الاحمر والابزار، الورقه بطبيعة الحال والطن. حرت البصلة هي الاولى باش ما تحرقش ليا، وفي نفس المقلة انشحر الفلفلة وباقي الخضر. ملي شحرت الخضر غادي نحاول نخلطها كامله، غادي نزيد البصله اللي كنت شحرت في الاول ولاصوص الصوجه بيان سور ما نساوهاش، الطون والهريسه. الا كان عندكم حتى الزيتون مقطع خضر كليكم ضيفو. غادي ندهنهم بالزبدة وغندخلهم الفران. الخبز ديالي ديجا عجنتو، غادي نتسنى عليه يخمر وغادي ندخلو الفران. ديجا سلقت الرز، غادي ندير ليه واحد الطريقة اللي كتجي لذيذة. خديت الفلفلة الحمراء والخضراء قطعتهم طريفات صغار، وغادي نشحرهم مع شوية ديال الملحة، الابزار، التحميرة. ملي كتشحر الفلفلة كطيب كنزيد عليها الرز، صافي وهاو الرز ديالنا واجد. هاد الطبيله ديالي واجده، خليتكم على خير، نتلاقاو في فيديو جديده ان شاء الله. السلام عليكم.